هذاك هو الكاريير اللي هياك اخويا. قناة شوف تيفي مباشرة من ضواحي بن حمد بالضبط بدوار ولاد زهرة. معنا واحد الشاب اللي كيتشكم من واحد الشركة ديال الياجور اللي حاولت خربت ليه الفلاحة، خربت ليه الأرض ديالو، الزيتون ديالو، دمر يعني في واحد الحالة هيستيرية. غادي يتكلم لنا ويعاود لنا شنو واقع. تفضل أخويا. أخويا عندي مشكل مع واحد الشركة، يعني المقر ديالها كاين في مدينة برشيد. الخسائر والاضرار، كرفصت لي الفلاحه، كرفصت لي البير، الزيتون، الارض ديالي، كل شيء ما خلات ما دارت لي. وهاد الناس منين حبستهم على هاد المشكل ديال الحفير ديال المقلع، اللي هو المقلع بدون وثائق قانونيه، خدام بدون وثائق، بدون رخصه، خدام عشوائي. يعني منين تحبستهم مشاو سيدي عليك، جابوا لي الجدارميه لهاد البلاصه، نيت هنا فين تعتقل في هاد البلاصه هنا فين شدوني الجدارميه، شدوني من هنا حيت حبستهم تقريبا شي 42 يوم وانا حابسهم، ما تيخدموش نهائيا. خدمت معاهم انا خدمت معاهم فوضوي، ما خدمت ما درت لا قانون ديك الساعه لا والو. وعاوتاني درت دعوه ودرت شكايه للوكيل المالي، يعني ودرت شكايه لرئيس دائره ودرت شكايه للقيد ودرت ما خليت لمن درتها والو. هاد الناس ما لبوش النداء ديالي، يعني هذا النداء بغيت نوصل. هذا المقلع تابع لجماعه بوكركوح دائره بن حمد. دابا انت هذا المقلع تابع لجماعه بوكركوح دائره بن حمد. هذا المقلع بدون وثائق قانونيه. هذه الشركه جات في 2004، جات حطت هنايا في وسط الدوار في وسط الساكنه، يعني ما كاينش حتى شي واحد اللي هضر ولا تكلم. انا كنهضر على القانون. هل هذا السيد خدام قانوني يجبد لي اوراقي ونجبد انا الوراق ديالي ديال الارض ونشوف هذيك الساعه العداله لمن غتعطي الحق. ونهار تعتقلت في الحبس ضربت عام ظلما وعدوانا في الحبس بسبب هذا الكاريان هذا. نهار عطى لي مشى سيدي عليك، المهم شدوني اعتقلوني وصافي وضربوا الطم وبقى خدام. عاوتاني حبسته، نهار ثاني رجع، نهار ثاني حبسته. هضرت مع المسؤول المدني ديال الشركه اللي هو المدير ديال الوزين اللي كاين في مدينه برشي. هضرت معاه على قبل هذا المشكل هذا ديال الغبره وديال البهيم اللي ماتوا في الكاريان. البهيم ماتوا في الكاريان، ماتوا في الكاريان، البهيم ماتوا ليا في الكاريان في الحفره، ماتوا في الحفره طاحوا. انا سيدي كنوجه النداء للمسؤولين، الله يرحم الوالدين، يطفيوا عليا هذا الغضب هذا ويردموا عليا هذه الحفره من هنا. هذا هو الكاريان، هذا هو الكاريان، اونفاس مع الارض ديالي، اونفاس مع الارض. ما بغى يدير معايا حتى شي حل هذا السيد هذا، ما بغاش. عندك اخويا الهيب، الزيتون كاين الهيب، عيد شويه بغيتك تمشي تصوريه، هو نمشيو نصوروا ماشي مشكل. يعني هذا هو الكاريان، هذا هو الكاريان، هات راه الاتجاه ديالو فين هو، راه الاتجاه الثاني ديالو فين هو. شد المساحه كامله. نقطة الحوار ما كايناش مع هاد الناس هادو، نقطة الحوار ما كايناش نهائيا. اتصلت به في الهاتف في التليفون، اتصلت في المسؤول المدني ديال الشركة قلت له دير معايا شي حل لهاد الخسائر ولا الأضرار اللي درتي لي، تسببت لي في الفلاحة ديالي، تسببت لي في الدار فين أنا ساكن حاليا. يعني هاد السيد ما بغى يدير معايا حتى شي حل. صافي في الشدار، صافي صيفطوني. فين وصلت الامور اخويا؟ دابا الامور مازال باقه في المساطير. يعني شكاية في الموضوع. قدمت في شكايه للوكيل المالي. نعم. وتقدمت في شكايه للرئيس الدائره ديال بن حمد، وتقدمت في شكايه للعامل ديال السطات. يعني ما عرفتش هذا النداء ديالي ما وصلش. ما خليتش فين دقيت. تعتقلت ظلما وعدوانا. علاش انا غنضرب عام ديال الحبس هكاك انا؟ هاد المقلع هذا اش كيديروا به هذا؟ هاد المقلع كيديروا به الياجور الاحمر ديال البني اللي كيخدموا به البنايه. البريك اللي كيخدموا به البنايه، هذاك كيصوبوا به الياجور الاحمر. يعني هاد الناس هادو هاد المنطقه معروفه بهاد التربه اللي فيها. معروفه، هو داير في القانون. من مشيت كنطالع في القانون وفي الوثائق ديال هاد الارض اللي شرا هو في الجماعه ديال بوكركوح، كنطالع بانه راه الارض اللي شاريها ما شاريهاش الحفير ديال المقالع، شاريها بانه غيدير فيها استغلال ديال الفلاحه، الزيتون، شي حاجه. المهم ارض فلاحيه، سلاله فلاحيه، ما واخذهاش كمقلع
كمقلع ديال الاجور، يعني ما واخداش كمقلع ديال الاجور. يعني هاد السيد اللي كان عنده رخصه ديال المقلع ديال الاجور، ارى لي اوراقك نشوفهم. دير رخصه في الجماعه اولا قانونيا، دير رخصه في الجماعه اللي تابعه لبن حمد لجماعه بوكركوح، دير فيها رخصه، ودير رخصه في القياده لنسميك عندك الرخصه، ودير رخصه في العماله. يعني هاد السيد هذا ما عرفناش اشنا هو، هو شكون هو، هو كاع في ملك الله. انا راه ما غنتحداه، انا نوصل معاه لاي حاجه، فين ما بغاني نوصل معاه نوصل معاه. هاد السيد هذا يا اما يردم عليا هاد الحفره، يحيد عليا من هنايا من الارض، لحد الارض ديالي يحيد عليا، ويعوض ليا الخسائر ديال الزيتون. انا تقريبا شي 50 مليون اللي كنت سال انا في الخسائر وكثر. خسائر حسبت انا بورقه وستيلو 50 مليون وكثر ديال الخسائر، شكون غيعوضني فيها انا؟ انا بالنسبه ليا كمتضرر، كمواطن متضرر، شكون غيعوضني انا في الخسائر انا؟ يعني خاص المسؤولين يشوفوا هاد النداء، الله يرحم الوالدين.